الحمد لله الذي أمرنا باغتنام الأوقات في أداء الطاعات وعمل الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فإنها وصية الأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين غدا يوم القيامة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله، واثبتنا على الهداية والاستقامة، وملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، ما زلنا في موضوعنا السابق، هو استثمار الوقت في طاعة الله عز وجل. عباد الله، إن اليوم الذي يستقبله الإنسان هو له رصيد يجب عليه أن يعمره بعمل نافع مفيد. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل كل يوم جديد بقلب خاشع منيب وابتهال إلى الله السميع المجيب أن يرزقه خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأن يجعله مباركا بالعمل الخلاق والالتزام بمكارم الأخلاق. فبذلك يعمر يوم الإنسان فتعمر حياته، فما حياة الإنسان إلا أيام تمر، فإن مرت عاملة بالسعي والحركة أودع الله فيها البركة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم فليقول: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه وانصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقول مثل ذلك. أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، فتغسل الجمعة يعلون على أن الإنسان دائما أن يستثمر وقته وعمره في طاعة الله عز وجل. تغنى أن الإنسان يزدغ الدنيا باش السماء الذي يعزل، يعني العمل الذي يريد الطاعة، هذه السماء الوقت نزل أمور نفسي طاعة الله عز وجل وتدي عشرة هذا المنطور، لأن أتسان دروس لكن مش هو مش لنا أتسان غاري دان دروس ما لم يدي عزم ذي الشبهات ذي ما لا يعني أتزدخمي وانجي ولو، لأن الأمور قصير الأمور قصير. لهذا يجب على الإنسان أن يستثمر وقته وعمره في طاعة الله، لأن اليوم الذي يستقبله الإنسان هو له رصيد. كلنا دغيا هذه صلاح الحال، كلنا دون إذن الرصيد، إذن الرصيد النظر يجب أن نعمره بقلب خاشع وبعمل مفيد. كلنا مدغها نغيش صغار صلاح ونفس يعني النهار جديد التصفيق السيئة اللي فيقع عندي النهار، ربما غادي يتمثل، ربما غادي يتهرشل، ربما غادي يستوضي، ربما غادي يستجع غادي يستعبحل، ربما غادي يستختار، لأنك ما يصبح الحال غادي يتغريفوش النهار زيرا.
من غير يجي الشيخ مثلا بغا يصلح الحاج ويبغى مع هذا الجيل لازم تستقبل، لازم تستقبل سيدي الخشوع سيدي يعني الدعاء باش تسيري البركه في نهار نمرة يتفوت خلق نحاني واش نضيع عيش ذثيرات باللعب بالله والشبهات يعني نختارها عني نختاري. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يستقبل شهر نهار جديد يستقبل في قلب خاشع منيب وانتهال الى الله السميع المجيب ان يرزقه خير هذا اليوم وخير ما فيه وان يجعله مباركا بالعمل الخلاق والالتزام بمكارم الاخلاق. الإنسان أتي حظى أتي استعلو المكارم الأخلاق سيف الخشوع الدعاء سيف الطاعة الموجبية عنها من هذه الأحظاء المنصورة التي خطان عنها راح يعلونها من الضيعة فقطات وبتعقي ما يتعقي بلا يوم القيامة كلنا غا يعلون يروح يعني من يجي يسال المليح يروح للمليح يجي يسال الشر يروح للشر. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعى دائما أن يرزقه خير هذا اليوم وخير ما فيه. نبريك الإنسان الذي يجرونه للزل هذا راح عشر نفسه اللي يدعى يا ربي وشي ليس عليه يا ربي ادريس البركة يا ربي وشي ليس الصحة يا ربي تبع الخفيف السنين تاع الثانيين تبع الخفيف السوء. الإنسان الذي يدعى باش نهار من غادي ينجح غادي ينجح غادي ليس البركة. فبهذا يعمر يوم الإنسان الزمان يا غادي عمار نهار من غادي عمار الإنسان غادي عمار نهار من وتتعمى في خارق نزل الغش الزوار الملايين هذه عما نهار النفس الصح يعني باش نفهم نهار اللي غنغدر ياسر الجديد نعمى الصح في القول المفيد في كلام طيب في الاخلاق في الدعاء شنو سوى كبيرة الله صلى الله عليه وسلم هي راح نهار اللي عما تمثلين في سبحانه. فبذلك يعمر يوم الانسان فتعمر حياته. فما حياة الإنسان إلا أيام تمر. إذا النبي أن الحياة الإنسان تستمر إلا شوية متسنة دروس. دروس متسنة هذا الشيء شو متسنة الطاس. هذا الشيء باقي عاد. قال على السيد سنة خمس سوق للدار. لا يبقى كل. ماشي مش هو الأمم يعدون تبغى تعيش 1000 سنة. هي ما بيجبد. وخي عطا هما اللي تبغى في الوقت. نهار والو. وتسن دروس. وتستمر ما غيكمل من أجلها. وتستمر خير بريح حق مالك كل موتى شي منع. شيء في الخدمة ولا شيء في الضبط ولا شيء في ريشان حسن هنا. إذا الأيام الإنسان دروس وما حياة الإنسان إلا أيام تمر والسن عدل عدل والسن الطاس الدعاء بسرعة خاصة في هذا الزمان. يسير خاصة الله صلى الله عليه وسلم إن شئت في العام مش نوشها. إذا كيف كيف عام نهار تزدج نوشها رمضان يعدو احسن من الناس او يا ولد رمضان يدعو عام شنو صح اذا انت ما راه واحد يخمس قلت سنت غادي يوجه خطر دائما غادي راقب يخمس غادي راقب ماني ماني نطير على الناس ماني نسمع الناس ماني نبقى في الثورة باش غادي ينجح باش غادي يتقابل بالبركة ينهمس. فإن مرت عاملة بالسعي والحركة أوضع الله فيه البركة مش بلا تسعدوا السن مش تسعدوا السن ذي العمل مش ذي يعني ذي الخيار ذي الصح ذي المعقول ذي المعقول ماشي ذي يعني ذي الشر بلا تستعلو نهار الناس تستعلو ذي الخيار ذي الصح ذي المعقول رب العالمين يديك البركه اوضع الله فيه البركه حق بلا تستعلو ذي الغسل غا تصلحش تستعلو ذي الشبهات ذي الزور ذي الكذب ذي النميمه ذي الغيبه فالبركه تسن الله وعلينا تسن الله ايش قال البركه غير ما لازم تبغي تفرغ الانسان ديال الدم تيبقى خارق لاني خارقا كل شيء تيجي الانسان اش خارقا رسول الله الا لا ايسرق المؤمن نعم ايزري المؤمن نعم ايكذب المؤمن قال لا يخارق ضعفه كل شيء تيجي الانسان اش خارق ضعفه ولد البهتان تبقى اذا الانسان اللي تسعدو تسنس غادي تسعدو فيه طاعه الله عز وجل غادي تستثمر الوقت النفس العمر النفس بالسعي والحركة ثم لتجبر البركة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم فليقول أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. رسول الله مش مدرك أصبح أتقدروا لهم تزلزل تخاقل تحمس مليح إني أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.
فيرغد مليح بخير في عقل النار، يعني نصح في النار تبع النار في طاوي النار، ولا ما يخص والو. نحمد ربي ما نشكى، اصلحنا واصلح الملك لله رب العالمين. اللهم اني اسالك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم اذا انسى فليقل مثل ذلك. هكذا كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم يخسر غادي يمشي معانا غادي تحت الدعاء باش اللي تقرب بالبركه، واش حسيت شي تير اللي خارق حضايا الصغير بالغيبه للنميمه بالزهد الكبير غادي راح تصح تصح حنا اللي راح يعمر حنا خدنا هاد الدراري يقولوا يوم لقاء الله كيشهد بان انا عامل في يديك علاش حنا اللي تصير البركه تقول تسنى كنا قشيمان نتنهار هو نخاور هو قشيمان نتعبدوا النهار لما لا يعني لي خارق من الهوى حمام فقري خدمنا ما نستردي ولا تنديون الصحابه تغتروه كما دايو العشاء يستنزل بلا ما يصعى هذه صعاب صعاب من الجرام ويجي ولو ما يبدا ما يديروا هذا الشيء من عدوي ما يروح تخطف ولا تغريب القران ولا استغفار والشنغ المصلحه من يبدان ويا رشيد الحاد ويوم اخر المعروف وانا يخلم انت هذه بدا ما يغزك خفنا في تنسى فقحت ما يميع عني يروح يعني هباء المنطور يغشي وذان يشي وذان فهمت مثلا يزيد غير يصلح لحال الانسان خدي الدنيا ولكن الانسان يخطي يحضر يخدم بزاف لان الشيطان لعنه والله تدي انا غنبقى يمو باش نضيعوا السنة حنا نضيع العمر ونغلي وقتنا فدا الاسلام يحثنا على ان نستثمر وقتنا وعمرنا في طاعة الله عز وجل الاسلام امر رقيق قال احنا اللي خلون باش تستعمل الوقت النش في طاعه الله حتى نبتي رحمه الله وزير التابعين ان ما غررت ببصري وما نطقت بلساني وما بطشت بيدي وما نهضت على قدمي حتى انظر اعلى معصيه ام على طاعه فان كانت معصيه تاخرت وان كانت طاعه تقدمته تقدم الشغل جوانين جوان يعني في المراقبة يعني في الله سبحانه وتعالى جواكيتي إن شماني ما نقاطي التوينينو غالي أقول أنا غا خزار ماني نتلقى التوينين ماني خزار إن شماني حالي حسن 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 تسنينو غا خزار مين غا حالي إن شماني كاغو يا أخي غانينو غا خزار ماني غا يويا غا خزار مال المعصية ما بطاعة إن شمالو في غمانا يا مالي الدوار ماني توزر ماني خزار ماني تسول غد المعصية فأخاتو صافي دك ولا غاش فهو في عشاء مالو في غمانا يا مالي تنخاف الطاعة تقدرتو صافي اللي تبغي تستعمل نعم تستعمل يعني مفيد تستعمل في الحج المليح شينا احنا بغينا نكرا الصح ماني نصافي الطاولة غا الشبهات ماني نتجي للجنة غا من الزغا مي غنسمي غنسحكمي غنقل ماني نتا إلى النار، ماني ما عشان الشر عشان المعاصي الله. جاك تعالي ما راهاش يمدو كان السوء، أصحاب السوء، ندير فان تلاين واحد تاع الثانيين. وزد تقن وزيك تريك بوحان الله حمل زريد جميع الشعر. إذا الإنسان اللي يحضر يخدم النفس، اللي يخدم ماني نتا إلى النار، ماني يتجا ينجى النفس، ماني يتوالى، يخدم يتساوى النفس، ماني يمكن يتا، ماني يتوزر، ماني يجوع. هيا موي امور غير قال شي الاسلام غير خصمو غير يدير غير حضر يخدم النار ماشي غير نبقى يخدم النار شنو الحيوان؟ قال الحيوان غير نبقى يخدم النار ثمانين ما يوفى غير عشان حاجته اتي تستعر اتي الشتي بيع انما ماشي لي ولان عشان نربي العقل عشان نربي الدين اقل منظم من الدعاء ما نمشي غير القران ما نمشي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم خصنا يا النظام النظام ونخدع حمام زلماني غير نخدع ونخدع حمام نخدعني امي غير نحس وان الطيران حمل السمان غندا وان توجد حمل السمان غندا الى اخره واش ازيد الانسان ضروري يخنس من هذا يستني يخنس من يعلى السمان اللي غيتوجد السمان اللي غيتحس الى اخره فمشي يعني كتذكير وها يعني انت تعرف شنو نوني وها ما راك كلشي تسي ما راه ولي غادي نزيد هذا الشيء اللي تسلق ولا ينخو مو يجرب يبقى يتارى غاتل مو يجرب انت هو اللي يجي شايب مو ربي يشنو هذا مريض ان شاق شايب يطمحان وتدفع عليه الشيطان واخا الشيطان لعنه الله يتسوس الانسان يقجب انا غنحجب الناس باش يقوى حجب الناس اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توخمد غيصلح الحال لين اصلحنا واصلح الملك لله رب العالمين
اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه وانصره وبركته وهداه. خان الدعاء تلقايك رسول الله صلى الله عليه وسلم، معليش كيف نقتدى أتنقى على الشيء. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، هو المؤذن والشهر العيون. هذه مدة يخنع عقل وخمر رد النسجة أجلنا بها الذين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. كان يقول لك غادي تفهم تتقع مين تقويت مين يتغيو مين يقع تتغل على صور طبعا كان لا سوف لا الفوق لا ولو الترام سيت لها ليقع. أصلحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه وانصره وبركته وهداه. يتوغي تدعى الأئمة اللي وقت اللي تغي يبدأ البركة من بعد كان يوزن ايوا يتغيو يشكاف يتغيو من يقع يسال صلى الله وقت لكم تغيو كيف قال لي قوايت نتي قانيش انا قاصة ما دغيا يصبح الحال اللي تزن في قاع وناس. اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين تغيي يشتري في الجنة تغيي قدرني ويقدر انت المهم يقاني تبغي يقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم اني اسالك خير هذا اليوم، افتحه وانصره وبركته وهداه، واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم اذا امسافر يقول مثل ذلك خذيت وجه البركه ومن مفتوز في البركه تفون السمر راك عايش تعيش تعيش الجيران تختي كذلك يعني الصدى يوذا بيت البركه خدمت وجه البركه الخلوص دخل البركه من قامني يزدا والو حتى الوقت تكون على البركه تنزع الزيت والو واش تفيدونا يتغيم الانسان غير شي ما الانسان السيره والسيره واش تفيدونا وعطور وقت يتزر تزرة باش اللي حال الوقت والو ويجينا مو الله سبحانه وتعالى نسال الله السلامه والعافيه ديال البركه اللي يعلو بركه غيدير نخدمني واش في نهار واش نزري طوما من المسجد هذا التنجاد من ما الزور من ما يدير فوت الناس يدير ناس نهار من ما غاك وخا غاك من غتعرف حدا الشيء اللي هذا السيد الوارث والولو والو يقيم يعني رب سبحانه وتعالى يجينا مو الوقت يجينا مو يوت السماء يجينا مو الحياة تكمل لأن غنغطس نفهمة بزاف ونبقى شان شي قربي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان لأن اليوم إذا مضى واشتد رحاله فعودته في غاية الاستحالة لأن ما يمي أنا غير حتى الإسلام مو لأن نحن غير يعلو يجري العرش من تتغري فوش وتشدون غير عقل في وش عمار وتقاسبوا أن عن الجمعة نظلي لا قد الجمعة فوحدث نبغي يزن وحدث إلا هنا نبغي يزن محرمة الشفلة ربما ما الشفلة إلا ما الشفلة تسكت على هنسل قفر الحياة في الدنيا نغشت في وقع الشهر إذا شافوا غاك بالعقل ومات الله اعلم بعلم الله قال الكوا لكن الكوا وان السنين راه غيوقعنا كيف تقول لنا سبحان مليح راه عشنا هذا الشيء واش غادي يوقع هذا الشيء يوقعنا وعجبوا مليح اذا خمي غيعلو النهار اللي غادي يعلو والشر ما بغا يعقل اذا مضى وشد رحاله فعودته في غايه الاتحاده وقد جاء في الاثار ما من يوم ينشق فجره الا وينادي يا ابن ادم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني وتزود مني بعمل صالح فإني إن ذهبت لا أعود إلى يوم القيامة. زقاش كل يوم ينادي علينا صوت ونذتين قال أنا يوم جديد يا ابن آدم أرد البرياء ابن آدم أقنش العالم وفي غدغاك نجي وعلى عملك شهيد خمين غدغاك قيخك شهيد فشارق الزريخ تقارق الزريخ تجي للزوا زريق تغشلي ولا زريق حقيقك شهيد فرتاني مني يعني حرايق من الجزائي وتزود مني بعمل صالح تجي خاه تجي العمل الصالح فاني لا اعود اليك الى يوم القيامه وعرفت عقيم غير يوم القيامه وعرفت عقيم مالي هادوش الاثنين تعدوش مالي تجي دير السن خاص تعلنش يعدوش الخميس تلقى يعدوش مالي تجي دير السن خاص تعلنش يعدوش الجمعه يعدوش ولتحقي بلا يوم القيامة كنا خير يعدون القصر رضي محمد يعني ينقذ العمر ولتحقي إن ذهبت لا أعود إلى يوم القيامة. فاعلم أيها المسلم أنك مهما بلغت من العمر فإنك ستموت
حمد للعمر نفى إننا مرحل إلى الله سبحانه وتعالى وخصة نفسنا مع هذه الدرشين آخي نفخع يعيش من هذا الشيء يعيش من أين يرتعيشنا ستة ذي روح من يجي يتحسسوا من يتمعوا من يتمنوا من يتعيش ولا حد من يتحسس كل شيء كل شيء ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى السعي مثل بلا جلسة من أطار وانا من العمل الصالح والطاعة ثمان وقت مثل ذي خير إنك مهما بلغت من العمر فإنك ستموت فهل أحد منا سيعيش مثل ما عاش نبي الله نوح عليه السلام؟ هيات هيات أنا عيش مش نوح مستحيل شنو يجوز زين ذي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم غريب ألف سنة مستحيل فهل منا أحد سيعيش مثل ما عاش نبي الله نوح عليه السلام؟ اسمع لما حضرته الوفاة ماذا قال؟ وخير من يعيش الطرف يعيش أطول الناس أطول الأنبياء عمرا تقدر يعيش الطرف للدنيا يتصرف بالحياة الطرف وما يخزي الملك كل موت ذا سيدنا وحفظ الدخل ذا سيدنا فقال قيل يا نوح كم عيش في نفس حال عيش يا نوح قال ألف سنة إنك ألف سنة عيش قالوا كيف وجدت الحياة إيوة عيش ألف سنة من صفر الحياة في الدنيا ما نشتو فيه مع أبيني مليحنا الذي قنع قال إلا كبيت له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر إن سوفي في الحياة الدنيا تشمل شنو وجدت الدار سنين طوال يكتب فيها يخرج فيها إذا تاخذها ألف سنة ما يجي الإنسان يحتوي خمسة ديال الكلمة شنو غير غير شنو من سنة ستين أو سبعين قدروا فهمتوا في ديال واحد الحياة الدنيا شكي عيش نص شكي غير من التجربة قال عيش ألف سنة تبارك الله إيوا شكي غادي يتملل الحياة السنين غادر ما غير يعرف راسي الأمر ومع ذلك إن سوفي في الحياة الدنيا مش ناوي يمدي فيها سنين طوال إن سوفي تخرج فيها يفرط فيها أخمي السوق بالضل فاتي تدنا الدعاء ثلاثة عشر من وقت الزلزل أخش عمر الإنسان يكمل عمر الإنسان يكمل أخمي ثلاثة عشر من وقت أواني أواني الأذان مش حان السفريان وحي والسنين كبيت له باباني دخلت من أحدهما وخرجت من أخاه فيا من إن صرم عمره في الغفلة والضياع يلي الضياع من عمره في الغفلة والضياع ممش أيوه أنا خينا الطاس موجودين روح ندير غفلة ضيع عام السنسن يعني لذيعة ويا من ضاع وقته في اللهو واللعين مازال تفعل ذي الكوايت تقول لي نحن زاني مزيان كيراه تقول لي يفعل الدوار العصاب المغاضي وصلة الرحيم وغاصي يطيح التخت تفي يشاف مارا انت تفي يخزا مني كيراه تقول لي مخما ولا مني كيراه تقول لي يفعل دور وقت يعني يتخالف تفي يفعل دور وقت نفسي اللعين باللهو باش يتصرفا باش يدير حد قلوضو باش يمنع المصحف هذا استثمار وقت من الانفتاح غاد دومينو ولا من السخاني تقول لي في هذه الكونة يكمل الدعشي غير يعرفها مازال على ضياع الوقت اللي نترينا الشيطان مازال يتراجع يخلص من شنو اللي غادا 12 16 سنة مازال على الخوايا وين عايش فيه البهتان الانسان اللي يدير البهتان يخلص الضياع يخلص النيل فالانسان يخلص الضياع الزر ويتيري غافل ما زالت الفرصة أمامك لترجع إلى الله وتوب إلى الله وتتوب إلى الله إنسان ما حد يبدأ يتسوي المليح أن يعقب غسل ربي ما حد غسل فرصة ما حد رشكة هذا ينتبه الإنسان الذي ينبهت إلى من تجرم وشيء موال يعقب إلى الله هذه الصفاء هذه الاغتسال يتوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذن أيها الإخوة وأخوات الله استثمر وقتك في طاعة الله قبل أن تنام فلا تستيقظ إلا وأنت في قبرك إن الإنسان ويغفر إن ربما أذي يغفر لي لها مري لها أرد غي فقرية في خمس نجلة في مضرين أني رأي سيد الله أخذ قندل أجي شيء خمس أرد درجة يغفر لي فقر أذي زوج شوة الطاعة شوة القرآن شوة الاستغفار حما وعدك أخو الإنسان أقت غافل غافل ثالث طريق سنه أزغي فاقر يفي خمس من يدى من يدى من يدى من يدى من يدى من سبحانه وتعالى أزغي يفي خمس ترام اسقف الخطن ذر إفغيني أوه وذا القبر في خمسة وذا ندر يو ينظر من يخمس يقضي حج الملائكة نشتا فاستعلم نشا أغاكي في الصواب أغاكي في الجوال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الخطبة الجمعة المقبلة إن شاء الله اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفر إنه هو الغفور الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ويرحم الله وعافنا على آمين. الحمد لله الحمد لله من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأستغفره وأسأله التوفيق والسداد لكل ما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فلا يلومن إلا نفسه، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الداعي إلى الخير والهادي إلى سبيل الرشاد نبي الرحمة وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين. اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين المحبين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في كريم ذمتهم، ولا تخالفهم اللهم عن طريقتهم وعن سنتهم ولا عما جاءوا به يا أكرم المسؤول ويا خير المأمون. وانصر اللهم واستغيب عونك ورجي سيدك وموليك جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أريه الحق حقا وارزق اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزق اجتنابه، وعنا معه بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولكافة المسلمين في بارك ورحمك أجمعين. اللهم ادفع عن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحنة وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. وانتوج المريضة قدرة الشفاء صفي الزر أن بأن هذا الجمعة يوم الجمعة لسه الساعة مستجابة الدعاء، فانشف السنة في قلوب خاشعة بعد الشفاء قصنا خطان الشفين عن الجمعة. اللهم اشفيها وعافيها يا رب العالمين، اللهم اشفيها وعافيها يا رب العالمين، اللهم يا رب شفيها وعافيها، يا رب بعيد عنها هذا، يا رب بعيد عنها هذا وهذا البلاء، يا رب دوها بالقرآن العظيم، يا رب أنزل عليها رحمتك، يا رب أنزل عليها رحمتك، يا رب شافيها أنت الشافي، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم احنا قصدناك يا رب العالمين، استجب دعاءنا في هذا الساعة المبارك، يا رب شافيها وعافيها، اللهم شافيها وعافيها، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. فالمحسن عن غدان جزاهم الله خيرا يساعدون الناس، فنسأل الله لهم البركة في عمرهم والبركة في أولادهم وفي أرزاقهم وفي عملهم وفي حركاتهم وسكناتهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه يا مولانا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محروما، وأجل اللهم من النار بعفوك وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيرا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.